سميح واحد العطاب تقني. دابا كنتواجدو حدا باب الغربي مدينة وجدة. كما كتشوفوا غادي نحاولوا نمشيو لواحد المنطقة أخرى ديال شارع جيش التحرير. دابا غندوزو على مستشفى الفارابي، كيتواجدو الحالات ديال كوفيد 19. مستشفى الفارابي كما كتشوفوا هنا مصلحة تاع المستعجلات ديال هنا في كيتواجد تواجدوا المصلحة ديال التحاليل. كتشوفوا لومبيلونس تاع كوفيد من هنا كيدخلوا البيرسونيل، من الجهة الأخرى كيدخلوا المرضى ديال كوفيد 19. كما قلنا لكم الحالة الوبائية في المغرب يعني حالات كيتزادوا بواحد العدد مهول، اليوم أكثر من 1000، يعني وصلت 1300 وشي حاجة، حالة الشفاء 600 وشي حاجة، الوفيات 19، النسبة ديال الشفاء 70%، يعني هاد الأمور هادي ما كتبشرش بالخير، الله يستر. خاص الناس ينضبطوا، خصوصا مدينة وجدة ما كانش لي انضباط لا في الكمامات ولا التباعد، كتطلع حد مقاهي عامرة، حتى المسائل ديال التعقيم وداك الشيء قليل فين تلقاها، في الحي المحمدي أو اللي ما كيتسمى فلاش طوبة، كان واحد المقهى اللي سميتها برلين، اللي كنشكروا السلطات أنهم اليوم داروا المراقبة سدات. سدوها لهم، نتمنوا ان السلطه تراقب. كاين بعض المقاهي عاوتاني اللي ما ملتزماش واللي كاينه خارج المدينه، اللي في طريق جراده وفي طريق الحدود، يعني خاص السلطه حتى هي شويه تكون حازمه. دابا حنا في الطريق ديال حديقة لالة عائشة، أكبر حديقة في مدينة وجدة، واحد الحديقة اللي تاريخية عندها واحد أكثر من 100 سنة. على شكل منتزه، دابا غندوزو على واحد المصحة اللي لقاو فيها 4 ديال الحالات، طبيب و3 تاع ليزانفيرمي فيهم كورونا، اللي هي مصحة الضمان الاجتماعي، دابا دايزين عليها. للأسف كي كتشوف الأطر الصحية حتى هي كتصاب، وهما يعني اللي في الواجهة، نتمنى ربي يحفظهم، لان صراحه كيديروا واحد المجهودات جباره. هذه المصحه ديال الضمان الاجتماعي اللي لقوا فيها 4 ديال الحالات ديال كورونا. كانت في البدايه مدينه وجده كنا كنسمعوا بالحالات غير الوافده من الجزائر، الناس اللي كتمشي تخدم داكشي ديال الزليج والصباغه، وكل سنه كيجيو في العيد الكبير باش يعيدوا مع الاهل ديالهم، وكيجيو خارجين.
مؤخرا كي جا العيد الكبير مع الناس اللي جات بطنجة اللي جا كازا وخا تسدات الطريق عند الناس الزوار اللي جاو يزوروا اهل ديالهم يعيدوا معاهم للاسف مصابين بفيروس تاع كورونا. هذا هو اللي خلى العدد ديال الحالات يرتفع في المنطقه الشرقيه، وانهم بقاو حتى يعني بعض الحالات ديال المخالطين انهم تاهما فيهم الفيروس. نسال الله السلامه. كاين واحد الحي اللي في مدينه وجده اللي لحد الان يعني واحد جوج زناقي ولا اللي مسدودين، واحد السيده هي والراجل ديالها جاوا من الرباط تاهما في حي البستان بالضبط مشيت اسواق السلام، كنطلبوا السلامه وخص الناس تاخذ الحيطه والحذر. نتمنى ان شاء الله الخير والتوفيق للجميع. دابا كانت واجد وحده ولايه الجهه الشرقيه ندوز وحده واحد حديقه عموميه حدا محكمه الاستئناف محكمه ابتدائيه، كتعرف واحد الكيضات في الليل كيجيو العائلات كيجلسوا فيها. غادي نحاولوا ندوزوا على المستشفى الجامعي مدينة وجدة اللي كان ليامات الاولى كان حتى هو متكلف بالحالات ديال كورونا، ولكن للاسف دابا المستشفى غادي يرجعوا مستشفى الفارابي كامل الكوفيد، والناس اللي كيجيو تداو الفارابي كلشي غادي يرجع للسي اش اي. ما عرفناش علاش هذا القرار هذا يعني الضغط على مستشفى الفارابي، نورمالمون كما المغرب كامل كاع المستشفيات انه تاخذ مبادره دير الواجب ديالها تاع انها لا قدر الله الا تزادوا الحالات بزاف ولا، ولكن للاسف لحد الساعه مستشفى الجامعي بمدينه وجده اللي غادي ندوزو عليه دابا ما فيش الحالات ديال كورونا، ما كيستقبلش الحالات اللي فيهم مرض كورونا. دابا كل شيء كيمشي مستشفى الفارابي، كاين السعيدية، كاين العيون سيدي ملوك، مستشفى الحسني بن ناظور، هادو هما يعني المستشفيات اللي في المنطقة الشرقية اللي كيستقبلوا المرضى ديال كورونا. بالنسبة للمستشفى ديال السعيدية كيستقبل الناس اللي كاينين بركان، أحفير، رقادة، الجهة ديال كاب دولو. بالنسبة للمستشفى الحسني كاين حتى كرسيف، المستشفى الحسني فيه الناس تاع تاوريرت، فيه الناس ديال 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 كرسيف، فيه الناس تاع ساكا، فيه الناس تاع الناظور. هذا المستشفى الجامعي مدينة وجدة كما كتشوفوا. بالنسبة للمستشفى تاع العيون سيدي ملوك حتى هو الناس تاع العيون وحتى تاوريرت. بالنسبة للتاوريرت مؤخرا كانوا داروا لي زاناليز تما في شي مقاطعه ولا كانوا هادو بعض الاحتجاجات موظفين. اسال الله السلامه. الجهه ديال المستشفى الجامعي معروفه بلي كلينيك بريفي بزاف.
تشوفوا دابا حنا في حي السعادة، مدينة وجدة، غادي ندخلوا بعض الأحياء الشعبية نشوفوا الأجواء فيها كي دايرة. حنا دابا في الظهر ديال مستشفى ديال السرطان الانكولوجي الجديد، هذا كندوزو عليه. هذا المستشفى اللي كاين اون فاس ديال المستشفى الجامعي. دابا كما كتشوفوا دخلنا لواحد المنطقه اللي عامره قهوه، ديال القهوه هذا بقى عامر حتى الكمامات ما كاينش. يعني الواقع المر، هذا هو الواقع المر اللي ما خصناش نهربوا منه، اللي خاص السلطه تكون حازمه في هذه الامور. كيوجع قلبك كي كتشوف انت المقاهي، يعني نورمال الناس بلا كمامات، ما كانش تباعد، قهوه مفتوحه عاديه بحال اللي ما كانش كورونا. كاين صراحه بعض المقاهي اللي محترمين، ولكن 70% ما محترمينش. مثلا هذا المقهى غادي ندوزو عليه، يعني محترم كما كتلاحظوا، محترم تباعد، محترم ريستورون خاوي. هذا حي السعادة، ودابا غادي نمشيو لواحد الحي اللي كيسميوه حي السلام، كان معروف بالتكنات العسكرية اللي ما بقاوش، يعني واحد الشركة اللي معروفة اللي بنات واحد الإقامات ديال القهوة. كما كتشوفوا هذه مقهى عاوتاني ممتلئة عن يمكن لا تباعد لا حتى شي حاجة، يعني أمور عادية جدا، يعني استهتار، يعني من دون رفع الحجر الصحي الناس صافي محترميش حالة الطوارئ، محترميش التباعد، محترميش لا أمور. مقاهي كما كتشوفوا، أمور عادية جدا. كتشوفوا الناس هنا في الزنقة في جرادي، الأغلبية بدون كمامات، عكس مدن اخرى اللي كتشوف الناس يعني دايرين كمامات. وهادشي هذا في المنطقه الشرقيه كامله، يعني ماشي غير في مدينه وجده. يعني حنا كنتسناو حتى الحالات يكثروا عاد غادي نديروا الكمامات.
كنا ندوزو من بعض الاحياء الشعبيه ومن بعض الاحياء الراقيه باش نوصلوا لكم اجواء في مدينه وجده. بعد ارتفاع عدد مهول في الحالات ديال الاصابات وحتى الوفيات، تمنوا انه الناس تفهم الوضعيه ديال البلاد وانها تنضبط، خصوصا كنركز على مدينه وجده. وهذا نداء السلطات المحليه في مدينه وجده انهم يزيروا الناس، خصوصا اصحاب المحلات اللي ما مضابطينش. هنا بصراحه الامور عاديه جدا مدينه وجده كما شفتوا، يعني دخلنا سونتر فيل وسط المدينه، شوارع تاع وجده، مقاهي، امور عاديه جدا. كتشوفوا اجواء الليل في مدينه وجده، اجواء جميله. مشاهدي شوف تي في، تبارك الله عليكم، خليكم الى لايف اخر ان شاء الله غدا. تحياتي.